بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الله ومن أحسن من الله تبارك ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أسلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن الأزيد، واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وأذنني، منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل. آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجتين يا رب العالمين.